نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن تعرض مصر لموجة تسونامي وزلزال مدمر خلال الأيام المقبلة نتيجة الهزات الأرضية التي تتعرض لها بعض الدول المجاورة. وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه لم يتم رصد أي مؤشرات أو توقعات تنذر بتعرض مصر سواء لزلزال مدمر أو لموجات تسونامي خطيرة خلال الفترة المقبلة، حيث إن موجات تسونامي تحدث نتيجة حدوث زلزال في المحيطات والبحار.